أحسن الله إليكم. في آخر أسئلته يسأل يقول: ما هي الكهانة وما حكم إتيام الكهان؟ الكهانة ادعاء علم الغيب، لأنه لا يعلم الغيب إلا الله عز وجل. والكهان عملاء للشياطين، الشياطين تخبرهم بما تطلع عليه مما لا يطلع عليه الإنس. قال جل وعلا: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزلوا على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. هؤلاء هم الكهان. والكهانة وادعاء علم الغيب كفر وردة عن دين الإسلام، ولا يجوز الذهاب إليهم ولا سؤالهم، ولا يجوز تركهم، بل يجب منعهم من بلاد المسلمين وإقامة الحد عليهم. قال صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا وصدقه بما يقول قد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: من أتى كاهنا لم تقبل له صلاة 40 يوما. رواه مسلم. نعم.